طب نضال يعني نهاية الفنان بلبنان كتير سيئة سيئة كتير مدام اللي بيقول لك يا انسه منه لبناني عم بيوصلني على البيت باسني. آه لا بس بدي بقدر لا لا, لا ما بقدر شيرين 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 تقبرني ما بننكر اكيد قلتلك هي وفيروز هن من تاريخ لبنان في, كتير فنانين عملوا هيدي عمليه التجميل اللي رجعوهم 20 سنه لورا 30 سنه و30 سنه طب ما, س... ما انتي على المسرح ثقيله تبقى معمى على قلبها وما بتفهم اصلا انه هي ان توكسيك ريليشن شيب حاد او هبوط ملحوظ بالمزاج وبترجع اللعبه بتتكرر ما تفكر بحياتك اذا عملت منيح وما لقيت مقابيله ضع ما في شيء اياه بالجانب العلمي مؤكد هذا الكلام وبالجانب الروحي كلنا بنعرف انه ربنا ما بضيع معه او عنده الخير إذا ما أنت بختو ابنك خيك خالت الناس اللي بتحبهم الغالين على قلبك كمان بدك تعرف لما بتعمل شر بتعدى على الناس وبتظلم الآخر هيدا كله رح يرجع لك وكمان إذا ما رجع لك لإلك رح يرجع لأحب الناس على قلبك ما فيك تكون جاحد بحق ربنا اللي قال لك تدبر تأكد وتلقط ناس وتقصقص سؤاله وتعتدي عليهم هيدا منتهى الكفر، هيدا منتهى الاضطهاد، كما اضطهدت تضطهد، كل شي بتعمله بتاخده. ربنا بيقيس الاشياء بميزان انت لا انت ولا انا ولا حدا بيعرفه الميزان الارضي تماما مختلف عن ميزان الله اللي قاعد فوقنا عم برأي واللي ما بيامن بربنا انت شيوعي اللي تثير الحكايات وانت اللي بتمنتج وبتسلم مواد لهود الناس اه كمان قانون الكون ما رح يسامحك للشيوعي عم بحكي او الكافر او اللي بيسمح حاله لديني اما انتوا يلي بتقولوا نحنا على غفله نحنا ما عرفنا يا الله ما بيسامحك لانه ربنا اعطاك لو كانوا عقلاتك صغار هالقد وكنت اهبل هالقد فيك تتاكد مش تمشي بالموجي وتركب على حالك ذنوب فكتار منكم من سنه لهلا اكيد مش عاملين معي بس مصايب وبحقي بس مصايب واكتر من هيك مستمرين ما بتخجلوا انه كلمه وحده حكمت شعب كلمة وحدة استبدت فيكم، قدي في قديه هشين؟ قديه ما شيء يشغلكن. قديه ما عندكم قضية، قديه ما وطن، قديه ما ربنا، قديه ما ولا شيء فراغ، هل هالقد فاضيين خواء كامل، كلمة تحكمكن شعب هش مزبوط كون خروف برعاك ربنا خروف مش ذئب والله العظيم والله العظيم مئة مرة بشتغل وبفكر وبحق وبقول لا وبحكي مع المحررين وتأكدوا من القضية قبل ما نكتب كلمة لأنه اللي بتكتب اعتداء على الآخر بيرتد عليك سام لما بتلاقي حالك مصاب ما تقول يا الله اللي عملت فيك الله ما بيعمل شيء اللي بتعمله تاخده وبرجع لميزان الرب تذكرو دايما اللي بده يتخلص من ذنبه يعتذر بكل بساطة ما بدك كبتك انا وغيري من المظلومين على الله، عم بحكي باسم كل الناس اللي عم تتوجه عليهم السهام، اللي عم تضطهدون الى اخره، اما انت الطيب المحب اشتاق دائما لربنا، رح يبعث لك يوم ذات يوم ذات مره. انا نضال الاحمديه انا باتيش شحاده وانا سيباس كايرت انا نضال الاحمدي نبدا بشو كنت بي... عم بسالك تحت الهوا انه ليه الفنانين ما عم يقبلوا يعتزلوا مشاهير حتى مشاهير مش يكون فنان كل المشاهير بالعالم يعني بتلاقيه كبر بالسن تعب خلص يعني عود عود بالبيت ليه بعدك عم بتغني او عم بتمثل او تحت الاضواء ليه؟ ما انت هون بتحضر ببالي انه في كتار بس انا, أنا فيي لك اسماء كتير بس مين؟ بس يعني ما بدي يزعلوا منا انه انا عم بقول له اقعد بالبيت، مين؟ لا لا يزعل جورج وصوف اه ليه؟ خلص بكفي كتير حرام بيكتر. حرام صدقي أنا, انا بحبه تعبان بس هو ما بيشوف حاله تعبان لكن رح اجاوب من محل كتير اكبر يعني روح على ست صباح الله يرحمها وكتار اسماء يعني نعم. في حتى ناس هلا عم يصابوا ما بيلبق لهم يصوروا بهالطريقه لانه بدهن الناس معروف قد عمرهم والناس بعدها ما بتلاقي انه الست لما بتصير قربت على الستين ما بيقعد حتى يلبق يعني شو الفرق بين صبي والست او الشاب والختيار والختيار كلمه منا موسيقى لك انا ما بقول عجوز كلمه بكرهها عجوز تاتي من عاجز اما الختيار ياتي من خيره البشر صاحب الحكمه ولهيك اسمها بالتركي اختيار الكبير بالعمر ليه ليه ما بيعتذروا انا منهم ما ما بعتزل الضو لا هي هي اكثر نضال عن اللي مثلا بغنوا. اللي بغنوا يعني ما عليه هلا في كتير فنانين عملوا هيدي عمليه التجميل اللي رجعوهم 20 سنه لورا 30 سنه و 30 سنه طب ما ما انت على المسرح تقيله جسمه صح لا جسمك تقيله وجهك صغير وبرجع لورا بس ما انت حركتك علاج كثير كبير بينه وبين طب م. خلص منه بايدهم هيدا اسمه أنا ما قريت علميا شي يعني هلأ كنا عم نحكي تحت لو ما قريت شي علميا بحكي من تجربتي بالخبرتي بالعلاقة مع الآخر اللي عشت بينه أنا عشت ما بوسط كله مشاهير ما, ما بعرف حدا مش معروف أوكي. مش حدا مش معروف ما بيقدروا يعني في ست سميرة توفيق وقفت بمرحلة معينة وابتعدت في نجلاء فتحي تعدت تزوجت من الاعلامي الكبير الله يرحمه أنديل في نورمان اسعد اه نورمان اسعد بس نورمان اسعد لانه كل عمره آه من تجربه حياتها حبيبتي اذا عم تشوفينا اي مس يو بدها عائله دايما بتتزوج لانه بدها بدها حمايه اه كرمال هيك اعتزلت؟ يعني انا ورجح وزوجة من زوجته حدا مهم كتير يعني يمكن بغطي على ال... ويمكن عشقته أكتر ما تعشق يعني بس بتضل حالي سيستنقي بها لازم نتذكر زوجة بس عم حكي كتير بتمسخروا عليه لجوزة اسمه الأستاذ نهر محمد عبد الكريم نعم مش نهر اللي بتتمسخروا عليه لأنكم ما بتعرف يعني ابن عربي لأنكم ما بتعرفوا يعني الخط الصوفي الرجل يمارس طقوس بتلتقي مع روحه يعني ما انتم ما بتعرفوا قد ممكن هالرجل يكون عنده سمو روحي عالي انا شفته مره وراح احاول اشوفه اكثر مره لاتعرف شو بيعمل حتى بيهزقوا منه ما بعرف ناس, بت... ناس بتحب تتمسخر قد ما عندها عقد نقص قد ما هني منهم حدا بيرجعوا ما نقد ما بيعملوا نقد اه بيتمسخروا لانه ما عندهم شيء يقولوا لانه ما عندهم شيء ناس تافهة مش عم بحكي عن كل الناس عم بحكي عن الجزئية اللي بنشوفها قدامنا بدهم يكسروا من العظيم لي لي مثل قصة النارد يكسروا من الناجح كثير كثير ليجيبوه لحتى يشعروا بالأمان أنا ما بقدر كون مثلك تعال أنت عندي لهون أنا ما لي جدادة اطلع لعندك تعال أنت عندي لهون ما فيهم يشوفوا مميز وفي ناس إذا شافوا هيدا المميز وما حقدوا عليه بيصيروا فان لإله يعني بيصيروا من أتباعه ليلاقوا لهم حضور آه بس ما, ما ج... لهم لون... محل بس ما جاوبتيني نضال ليه ما عم يعتزلوا الفنانين؟ ايه ما عم يعتزلوا لانه هو ادمان حقيقي، بس هل هو ادمان سلبي ام ايجابي؟ يعني الانسان اللي فتح عيونه على الضوء، يعني اللي عمره 15 16 سنه لقيت حالها بالاضواء، اذا هي ما بتعرف شو يعني العتمه. نحن نتقن فن ما نعرفه هو. اذا ما بيعرف شو يعني برات الضو شو فيه بخاف يروح عليه يعني مثل اقعد ببيتك وتسلى وسافر وما بيعرف يعملون اه فبيدل بالمكان الامن المكان اللي بوفر له الاحساس بالانتماء هو انتما من يعني الصبوحه بدك تقولي كان عمري كم يعني 15 16 حتى انا انا كان عمري 16 بوف تحت الاضواء يعني نحن ما بنعرف شيء تاني نعمله وكل اللي بتعرفيهم انت الرامي عايش فردا انه مش مش عم نقول رامي ليه معتز الرامي بعز بعده بعده بعزه بس كان عمره 16 خم... آه او 17 كمان وقع بيو العقد مع السيسي واسمر اسمر فهالعالم اللي عايش بمنطقه معينه يعني انت ما تقولي الاضواء بمنطقه تعيش اليوم حتى يا اختي بصير وطن بصير الاضاءه وطن بس تقولي وطن بتذكر فيروز يعني فيروز كمان وقفت مش من كتير وقفت شاء الله ترجع ان شاء الله ترجع تغني ما شفناها رحنا على على وقفنا عشر سنين اه إذا يعني عم تقولي بسن جدا متقدم الله يعطيها هي الوحيدة اللي بحق لها ما تترك هي تتوقف هيك يعني هي بس توقف تتفرج انه ويحطوا بلاي غير غير عالم يعني غير كلهم صبوحة تقولي لا لا وتمسك هالميكرو لما نوصل على ساره حبيبتي وتقلي شوي مش كتير مش اهضم منها يعني ما فيك صبوحة ما فيك تقلي لا عندها قدرة تسيطر عليك بطريقة بتخوف مرة ناعمة لطيفة ذكية عندها السطوة انا قديه شخصيتي قوية وجاهزه انه ما كنت ما بقدر لها بلاقي حالها عم بتضحك وعم بسمع لهم له. بتذكرها كثير منيح لما كنا بالاردن ووقت افتتاح صوت الغد كانت ايه معنا الصبوحة ايه وقتها كنت عم صور وكانت ميريام فارس وقتها قالت ايه مريم مش معنا كانت مريم مش ميريام. مش, مير مش معنا بس هي كانت موجوده عم بتغني بالكامل عم بتغني ايه. بس كنا راح ابو مجد ملحين بركات نعم الصبوحه مين بقى؟ انا بتذكر بس هوت... لا هو لا هول اللي كانوا معنا نحن إيه وانا إيه. بس بتذكر كثير كلماتها لميريام فارس وقتها شو قالت انا يعني كنت مصورهم بهديك اللحظه شو قالت قالت اوعى تغيري شعري اه سبوحه قالت لها قالت لها نصيحه مني آه. ما بعرف اذا سمعتها ميريام ولا لا ما بعرف آه. اذا لا سمعتها. لا ما بعرف اذا خلتها بقلبها آه. اذا عم تسمع بهاي النصيحه قالت لها انت ايكول شعرك كاركتير وهي سبوحة فعلا ما غيرت شعرها من هي صغيرة لما ماتت شعرها اشقر بس نفس الكلام او شيء بيشبهه قالته الست فيروز للطيفه الفنانه آه. الرائعه لطيفه صديقتي وحب لطيفه تونسية قالت لها قالت لها ما تغير الملحنين والكتاب يعني خلي فريق عملك واحد ما تبدل كثير هودي حكم بدنا نفكر فيهم ليه هلا انا كمان ما بغير كثير بيئتي نضال انت كمان ما رح تعتزلي؟ نو no. ما بقدر يعني ما... آه لا بس بدي بقدر لا لا, لا ما بقدر لانه تعودت تكون م... مش لانه اضواء انتبهوا انا كثير بعيده عن الاضواء وانتم بتعرفوا انه no. لا بروح على مناسبات ولا بقعد ولا بتصور هيدي كلها بعيده عني آه انا تعودت على نضال الاحمديه المنتجه انتاجيه معينه، يعني. طيب بعدين انا مني عاجزه، بعدين انا ما برقص ولا بغني ولا بمثل. صح شيء ثاني يعني صح صحافي صح في يعيش كل عمره والكاتب كل عمره طيب نضال رجوعا لصباح انا من زمان بصراحه عبالي اسالك هيدا السؤال صبوحه يا الله شوفي شوفي اخبار ولا قيلتها نعم ما انا مشان هيك رح استغل الفرصه هلا واقول تقريبا تقريبا بال 2006 بتلفزيون الجرس انت طلعتي على التلفزيون صح وعملنا كانه كانه حملة حملة مش حملة حملة لصباح ليه؟ هل صباح كانت محتاجة؟ طبعا طب, طب شو صار؟ اجت على المكتب طبعاً. نعم نعم صور صورت مع الكل يا حبيبتي قد ايه كان لها ترضي الكل يعني انا هلا باللي حدا بتصور معك يعني بقول بس بعد شوي بعد شوي آه كانت تقدر تعمل كل شيء عندها ليونه مرونه غريبه لانه كان ما معها بقى ولا قرش يعني فتنا بالحرب 2006 حرب تموز وسبوحة يعني انقهرت وهي مرة ما بتعرف الزل فاقترح جوزيف عليها يا حبيبي جوزيف قالي له مين جوزيف قولي لل... للي عم يشرب. جوزيف آ... آ... والله جوزيف نسيت اسم عائلتك جوزيف الكفار اللي شو كان بيعمل ايه كفارة يعني وصديقة في وفي ناس يمكن اللي... بالجيل هيدا ما بيعرف جوزيف غريب يا جوزيف برافو ماشي حياتي مش مش عم نام كفاية جوزيف غريب كان كان اصدق الناس الى جانب الصبوحة كان اصدق من بنته وابنه كان اصلا من, بت... من, ضمن الشغلات يعني ايه طبعا عملنا لها حمله و... وامنا لها مبلغ السلم وجوزيف والسبوحه وجوزيف كان من اشرف الناس لحد السبوحه. سبوحه مثلا اذا د... بتحبوا تعرفوا هيك شغلات كان عندها عقدتها بنتها كانت ندمانه كانت تشكيلي وضلني مش عارفه كيف بدي اطلعها من الاحساس بالذنب تقول لي انا بتحرق لي قلبي هي صعبه لتحكي عم نحكي عن هويدا هويدا ايه لما ترفع التليفون وتحكيني ونوصل لمحل معين تقولي ليكي انا هويدا يعني ما تقول كسرت لي ظهري بس بهيدا المعنى ولا طب بس انت عملتي واجباتك عملتي هيك وهيك مش حقول شو قلت شو قلت عملتي هيك وهيك وهيك شو ما فيك تعملي تقولي لا, لا 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 انا 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 ما ربيت صح فسبوحة عاشت ثلاثة ارباع عمرها عندها العقدة وما كانت بي لما كبرت هويدا ما عرفت ترجع تسيطر عليها بس أخ... لما رجعت هويدا من امريكا وحاولت اقعد مع امها كمان ما عرفت هويدا تتكيف بحياه الام والزوج ما قدروا يعيشوا مع بعض بس اخرتها لصبوحه كانت بالاوتيل يا نقلت على الاوتيل وانا هيدا الشيء قالت لي لا يا وهلا بقوله لاول مره مش لانه آه... لانه وحده وبالاوتيل بتعرفي ما بيعيش الانسان وحده والخدمات مش كل شيء مامن لها يعني انت عايشه باوتيل مش بالبيت بدك تشرفي على خدام ومطبخ جي وشاب هو ما بقى تقدر تعملون صباح واللي حوله ما كان يعني ما بعرف انا ما بعرف نيح ولا هي قالت لي بس ليه ما فكرت انه تحط اللي حوله ما بعرف بترك للي حوله يقولوا ليش نقلت على الاوتيل لتأمن لألها خدمات متاحه اني تايم ليل نهار، ما بعرف انا اللي بعرفه بالضبط كنت بمكتبي وبتلفني على وجه الطاوله لانه انا نشرت الخبر مم. ما بعرف ليه انا بنشر قبل شيء الاموات تحديدا <applause> ربي سامحنا آه بيتصل فيي الجسمي وهي حكيت اكثر من مره حسين الجسمي حسين الجسمي وقال لي آه شو المطلوب؟ قلت له انا كنت عارفه شيء قلت له ما بعرف امن للتابوت ياي لهالدرجه؟ الدرجة؟ بتسرح القصص الكبيره ما حدا بيعرفها ايش صعبة قال لي بامرك بعمل اكثر من هيك قلت له مش معي طب ظلم يعني ضال ظلم وين النقابه؟ وين نقابه الفنانين؟ كانت صراحه سدت الاشتراك السنوي ما وقفت على النقابه نقابة. خلت عنها وبعتها للام تي في تصوير العزا حدا بي بيعطي العزا اكسكلوزيف لما حتى ما حدا هالقد ابده على ظهرها وهي كانت كريمه أنا هو يعني كي لو كانت تعرف الشكل كثير قلت لي ياخذوا هلا انا ما ندخل يعني علاقتي بالصبوحه كانت دائما حطيتها بكولوار ممنوع هيك وممنوع هيك مشي مع لانه ليه انا علاقاتي بتدوم مع الكبار ولا من مين لانه هني بيعرفوا مساحتهم قد ايه قربوا انا بعرف مساحتي قد ايه قرب ولا مره اختلفت مع من ابدا فا ايه ايه وعطيته وعطيته وقعت خليتهم يتبادلوا رقم مع بنت اختها وما بعرف شو دفع قد دفع يمكن هو عامل لها انا ما تسألت سالت ولا بهمني اعرف على الاطلاق بكفي اللي بعرفه بكفي اني مختنقه باللي بعرفه طب نضال يعني نهايه الفنان بلبنان كتير سيئه سيئه كتير اذا ما انتبه لحاله ما حدا سائل عنه يعني ما فيك تقولي والله آه هيدي الحكومة مثل الحكومات الخليجية اللي ترعى ترعى راعيها وفنانينا مثل الحكومات حتى العربية يعني الملك حسين بيهتم باللي عنده من شعره وإذا أخذنا العراق ما بعرف العراق ما بدي أسأل بس سوريا سوريا يعني الدولة عملت الدراما الدولة مسؤولة عن الفنان بتأمله بيت بتأمله أخرته ما سمعنا بفنان سوري تبهدل بس الفنان اللبناني ابراهيم راشلي اللي, اللي بسجلكم تعرفوه بوب بالدراما يعني كان من اعظم انه ما ف... ما له تابوت ضلوا فتره لجمعوا مصاري وجابوا له التابوت نحن وقت عملنا عليه قضيه كثير كثير يعني فينا نقول انه برافو نادين نجام انه عم تعمل شغل كارمن عم تعمل بزنس ايه عم يعملوا بزنس بالخوف الخوف من الخوف من الاخره الخوف من هاي الاخرين عملت تروما عندهم عند كل النجوم يس بيعملوا بزنس حد حد الفن وهي بدا راغب عليهم بس راغب عملها بطريقه كتير راقيه انه عمل مدارس استثمر بالمدرسه تبعيته مدرسه وكمل بسلسله مدارس يعني انا برايي راغب من اهم الناس اللي اشتغلوا للبلد لا وشو كان الوجه الجميل كان السفير الرائع وعمل سلسله مدارس بتخلد اسمه ايه وشو بيقولوا عنه بخيل ايه حبيبي راغب انا صراحه عم بستمع لقصص عن جد ما كنت بعرفها لان وقت ال... بتذكر وقت اللي الصبوحه كنت صغيره وكنت بالبيت كنت صغيره بس من ست سبع سنين ماتت الصبوحه لا اكثر لا اي سنه ماتت الصبوحه أو... أي سنة ماتت سبورت؟ <applause> لا أكتر بحس لا, لا. ماتت قبل تيتا؟ لا بعدها؟ 2016, 2016. 2016. <applause> اي مزبوط كنت صغيره لما م. راجعنا هلا آه إنتو انتم جيلكم مين بيحب يعني لما بده يسمع اخبار ما بيهتم لصبوحة اخبار السبوحه هلا اكيد صباح وفيروز لهم بياخذوا اهميه اكثر من الباقيين القدماء لان هن تاريخ لبنان آه. بس جيلي اكيد ما بحس كلنا والاصغر منا شوي بيسمع لصباح او لفيروز ما بتسمعوا لهم قليل يعني بنسمع لفيروز بالباص نحن رايحين على المدرسة الصبح ليه؟ لأن درايفر هو بحب يسمع الصبح أما جيلنا كتير قليل جيلكم هالقد هش يعني طالع لمين تسمع؟ هش؟ <applause> لأنه قيمة الإنسان بدينته لمين بنسمع؟ لا ما ما فيك تقولي عن جيلي هش لأن جيلك كان في فنانين صاعدين بوقتها واكبوا عمرك وانا هلا بوقت في فنانين جداد جدا جدا يعني مين من هي الفنانين ما بخلدوا مش لازم نضلنا نسمع لل صح بس نحن هلا بنسمع لل1950 كيف كانوا يغنوا يعني نحن بنسمع ام كلثوم نحن بنسمع باخ وبيتهوفن ومزار على مز... على على موسيقى مز... مزار مثل الصلاه بالنسبه لإلنا أنتوا عندكم هيك اكيد في فئه عندها انترست عالي انه يسمعوا له حسب يعني ب... انت عم اذا بدك تحكي ميوزك في كذا فيلد في كذا نوع من ميوزك في عندك ايه مثل exactly ف... كل عمر كل ممكن انا من عمري في الاغلبيه بحبوا بوب عربي بوب انجلش بوب سو so ات ما فينا اه اه اشمل الكل ايه بس مين مين الفنانين اللي بتحبوا تشوفون تستحبوا اخبارهم؟ بنحب اخبارهم الفنانين يلي نحن هلا بنعرفهم مثلا اذا بدي اعطيك اه... نادين نجام كارين يعم. رزق الله، سو so, هول العالم يلي نحن هلا عم نشوفها عم نحضرها مم. مم. نانسي عجرة مثلا لا نانسي عجرة اليسا كمان عم بتحبوهم؟ هول العالم يلي نحن هلا منتبعه بلبنان بال... مين؟ اذا بدك تقولي يس انغام شيرين يس <applause> كمان عمرو دياب عاصي حلاني عمرو دياب عنده جمهور كتير كبير بلبنان عاصي حلاني <applause> كمان يس هول تامر حسني صح مزبوط بتسمعي لعاصي ولا لابنه لعاصي؟ اثنيناتهم اه عن جد؟ yes. يس تيناتون؟ تيناتهم؟ اكيد نورني الوليد بجنن صوت بعد كتير بعد بصير كتير ناجح mm. اوكي لكن ما بيهمه الصباح واخبار الصباح بس صباح أيقونة بصراحه ما بننكر اكيد قلت لك هي وفيروز هن من تاريخ في لبنان في تقدير إيه؟ قلت لك في تقدير بس انه يعني انا هلا بسمع لانريكي انريكي اجليسز مثلا بسمع لديمز روسز هدول على ايام بي انا بس هلا بسمع لهم. انت قصدت تقول انه جيلك بيحتاج يكون ذاكره متينه يعني فيك تحبي ما بعرف مين هيدا المجنون اللي طالع هلا عم بغني اغاني نواريه ما لها هويه عرفتي مين بدنا نجيب سيرته هي اغاني نواريه ما اغنيه الى الى شخصيه او هويه بس فيك تحبي وتتسلي شوي بدو يكون عندكم الباز شو الباز؟ بيس شو؟ بيس ايه إيه انه مثلا لما طلع بيك تسمعي موسيقى شو بتسمعي؟ ما موسيقى بس انا كنيدال انت واصحابك انا واصحابي عم اقول لك ما ما فيني يعني كل واحد بحب شيء مثلا انا الاغاني الانجليزيه ما بتعني لي ابدا اي اغاني انجليزيه يعني ان اسمع جاستين بيبر وادير انه ممكن انبسطي بغنية او اثنين بس نوع بحب حتى يعني اذا بدي اروح اسهر فضل لا تكون ارابيك نايت او اورينتال نايت ما بحب ما بيعني لي يعني الدبكه والرقص والطقش والدلعون وهيك يس وهول الاغاني النواريه يلي انت هيك وصفتيهم أه الشعبيه هل... يس الشعبيه الاكثر لا انا شعبيه غير نواريه <applause> لانه ما لها لهجه ما بتعرفيها <applause> والله ايهن قصدك عنه؟ هيدا ولا بتغني هلا مثله ناس وكر وديع الشيخ لا حرام اوعي يبين لا وديع الشيخ لا وديع جنن لا هو النوره بس هو النوره لا, لا لا, لا, وديع الشيخ نوري. لا انا اللي سمعته مانو هو وديع الشيخ لا منو نوره ابدا بالعكس ما. بلحي سمعتي له؟ ايه غني نور يعني شو بيقول شو بتقول كلمات الاغاني؟ شو اللهجه؟ سمرة 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 ايه ايه شو بعد؟ ليش؟ لا ما ب... انا ما بحس نوارية اوكي سمرة. قولي لي شو نواري يعني؟ شو انه ما بقول شو سمرة؟ هي ايه مش اهانة اصلا ايه هي منا منا لون، هي لون فئة من الناس بس تتحرك غرائزيا، لما بقول لون غير معروف شخص اغنية غير هي الاغنية اللي بتحرك جسمك بتحرك جسمك وما بتعرفي ليه وم... ومنها مفيدة لحركة الجسم لما بنقول بتحرك روحك انت عم تسمعي مثلا مثلا أنا يا حبيبا زرت يوما اي او هيك ام كلثوم وبتقول يا الله 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 لما بتسمع الوسوف عم بيقول شيء بتسمعي وردة لبنانية جريح مثلا عم تغني للبنان لما بتسمعي مثلا سبوحة وتسمعي هول يعني آه أنغام شنطة سفر يعني هاي الأغنية اللي بتخاطب وجدانك من جوا بت بتفوت 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 بتحفر وبتقعد وبتشكل لك ذاكرة الإنسان اللي بيجي من ذاكرة بشعة أو خاوية فاضية ما عنده حضور ما عنده شخصية ليك من خيف على الأجيال أنه تجي من محل غلط ليك بخيفوا الكبار مش أنا يعني أنا أمني روني تمام منخاف عليكم النضال أنا ما بخاف عليك أنت رح تنتبهي وتعرف نضال كم فنان غنى للبنان من غير لبنان غير لبنان غير مش هو مش لبناني وردة وردة لبنانية جريح هلا لانه ذكرتيني بلبنان يا ايه جريح اه بتصدقي هاني شاكر غنى للبنان؟ وحسن لا حسين وحسين الج لا ما بلا شو غنى؟ غنى لفيروز مش لا مش هو غنى بحبك يا لبنان كلهم غنوا انه هو غناها وشيرين غنتها عندي قصدك غنيه معموله خصيصا ووردة رهين شو غنى؟ انا ما بقول شو غنوا باللبناني انا غام غنت باللهجه اللبنانيه كتار غنوا باللهجه اللبنانيه كم محاولات بس انا ما بذكر تقولنا لنا حطوا لنا نوت الا ورده لانه ورده نصها لبناني اما اللبنانية نعم. وغنيت لبنانيه ورده نعم وغنت لبنانيه جريح بقلب الحرب تعي طيب شوفي هلا وبكينا لما سمعنا ورده بكينا سمت. وكمان تعوا نقول كلكم اللي عم تحكوا عن لبنان وعن اللبنانية بخير عم تحبونا هالقد بعرف انكم عم تشفقوا علينا بس هيدي الشفقة عم ناخدها ليش نحنا بحاجة لإلها لأنه من الخمس سبعين لهلا هالبلد مرتاح حبيتكم لإلنا ورعايتكم لإلنا كأفراد عم بحكي كشعوب بتسوى الدنيا ببقى قاطعة عم بمرق بهالطرقات طرقات السوشيال ميديا ببكي بصير بكتب لكم برد عليكم بشكركم من نحن بحاجه ل تقلدونا كيف بنحكي هاي كيفك سافا تكرم و... عينك ما بيعرفوا كثير صعب اللهجه اللبنانيه في آه. وحده في وحده مصريه طلعت على تيك توك يا ريتني خليت الفيديو صارت تقول بما معنى يعني انا يومي دلوقتي ابتدى لا, لا 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 انتم حاجه مش معقوله يا اللبنانيين اصحى الصبح الاقي حد يقولي لي تكرم عينك خلاص راح النهار حلوه لا بس عرفتها مهضومه كثير تكرم عينك يا انسه مدام اللي بيقول يا انسه منه لبناني نحن ما بنقول يا انسه اه ما سمعت انا يا انسه هي أيه بتقول قالت هيك شفت المصريه المعدومه اللي كانت جايه من الامارات حضرت عرس هون وتجولت بلبنان نحن بنقول تكرم عينك مدام واذا عارفينك انك منك مدام تكرم عينك دوازيل نحن ما بنقول يا انسه مش طريقتنا هي انسه <applause> <applause> هني بقول يا انسه <تصفيق> 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 يعني بكون احلى منا من من, ما من محل يعني كثير اهم منا <applause> طيب لنقول يا نروح هلا لنضال يلا نضال قولي لنا شي موضوع حلو اليوم على بالي احكي عن شي صار له فتره مضايقني وانا بعرف انه في كذا منكم ممكن يكون عم بضايقوا الموضوع نفس الشيء للجمهور يلي هو الريسينج ثوتس اذا بدنا نحكي عنه او الاوفر ثينكينج اه على طول صار لي فتره منيحه كل ما اجي بنام بالليل وحط راسي على المخده ما تقدر ما بقدر نام عيوني ما بقدر غمضهم يعني بصير عم بعمل حيلا شيء لإلها حالي كرمال ما بقى افكر بالافكار اللي عم تجينا سو so, حبيت اقرا وشوف انه هيدا الشيء هل هو عادي او شو لازم ساوي و... واسالكم كمان اذا انتم كمان بيصير معكم هيدا الشيء حدا منكم بيعاني منه اكيد في كمان اوقات اوقات الريسينج ثوتس من بعد ما قريت شفت انه هي فيها تكون ناتجه لكذا سبب نتيجه كذا سبب منهم اذا انت كنت عم تعاني من ستريس كتير قوي او من ديبرشن او حتى اذا كنت على مديكيشن هذا الشيء ممكن ياثر على نومتك بالليل وكمان غير هيك انا ما بنام بالليل بالنهار نومتك بالنهار م -م. وكمان غير هيك العالم يلي بتعاني من الاو سي دي والبي تي اس دي يلي هي البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر هول كمان بيعانوا من هيدا الموضوع فقريت ل انكزايتي An هي امريكيه اسمها معالجة للقلق لل... لل... يس yes. اسمها سامانتا اوسبورن كانت عم تحكي عن هيدا الموضوع وكيف ممكن نحاول نلاقي له حل بسيط ونتخطاه قبل ما يقوى ونروح نقدر انه no. نضطر نروح عند انكزايتي An ثيرابيست فعطت حلول كتير مهضومة وحبيت شاركها معكم ومع اللي عم يحضرونا لأن أنا بعرف في كمية كتير كبيرة من العالم عم بتعاني من هالموضوع مثلي تماما بالليل بس تجي لتنام بتفكر بكل شي مزعجك كل شي لازم تعمله بحدن إذا جارحك بأماكن عبالك تزورها سو ما عم بحكي انه الاوفر ثينكينج ضروري يكون سلبة بالليل فيه يكون اوقات عم تفكر بقصص على بالك تساويها وتبطل تنام احلام اليقظه يعني لا لا انت واعي انت بعدك ايه أح منحكي احلام يقظه آه, اه اوكي يعني شيء انا بتمنى اني اعمله فبصير فكر فيه قبل ما انام اه هيدا سو يعني. so كانت عم تقول سامانتا انه القصص يلي انا بعملها وغيري بيعملها مثل انه احمل التليفون دق لحظة كرمال يلهيني ما بقى افكر او حط نتفليكس احضر سيريز او اكتب قالت انه هو اللي هن ديستراكتيف ميثودز يعني يعني بعرق لو. إيه ما بعرقلو بتشتت ما بتساعدك ما بتكون عم بتساعدك انت عم تعمليه لان انت بتكون عم بتزيد من فتره اللي انت فايقه فيها وقاعده بالتخت سو so تلقائيا بس يخلص الموفي انت بتكون سرت زياده انت بتكون حترجع تفكري فيهم وما نفعتي حالك تكون لهيتي حالك لفتره بسيطه سو so من الحلول يلي يعني عطتها كانت عم بتقول انه ليش ما بنجرب نحاول نعطي وقت غير ومكان غير لهول الافكار اللي عم بتوارد راسنا كيف يعني؟ كيف؟ يعني إذا أنا خلال النهار بحط من وقتي بعير من وقتي عشر دقايق ممكن ما أكون بالبيت ممكن أكون برا بقول أنا بهيدا الوقت بدي أجيب ورقة وبدي أكتب كل شيء عم يخطر على بالي إن كان سلبي وإن كان إيجابي هيدا اول ستيب انت بتعمليها سو so انت بتكوني عم بتربي عاده جديده ليتعود جسمك عليها يعني عم بتغير العاده انه افكارك توردك بالليل على المخده مم. يعني ما ترافقي الاوفر ثينكينج بالمخده وبالتخت حاولي غيري الزمن والمكان يعني العبي بالستنجز تاعولن بخلق لها مطرح جديد بنهاري مية بالمية أوكي. مطرح ووقت جديد اوكي سو so اول ستيب كانت عم تحكي العبي بالستنجز يعني الاعدادات settings قصدي فيها اذا بدك الزمان والمكان الاعدادات ما قلت يلعبوا بالسيتنجز إه. غير سو إه. so, اول شيء قالته مثل ما قلت لكم انه نحط إن وقت جديد ثاني ستاب بعد ما انت تكتبي كل شيء زعجك او كل شيء لازم تعمليه حطيه ب يعني صنفي يعني قولي انا جيبي دفتر اكتبي عليه قولي هول قصص بروبلمز هول حدا قايل لي هيك ومضايقني فيها هول اماكن حابة عبالي زورة سو القصص اللي انت عم تفكري فيها كرمال تتوضح شو هن القصص اللي زعجتك تالت ستاب بتروح ل taking a problem يعني مشكلة من المشاكل اللي انت حاططيها وتحاول تحليها بعرف في كتير من العالم حتقول شو هالاساليب السخيفة إلها عازة بس جربوها لان اوقات قصص بسيطة ممكن تفيدك من اكتر من شغلات تانية اكبر سو اذا اخذت انت بروبلم من اللي كتبتيهم وحاولت تلاقي لها حلول ما عم اقول انه تحليها مثلا لاعطي اكزامبل انت ام لطفله وطفلك طفلتك حت تبلش المدرسه تعولتها وما عارفه انت اي سكول بدك تحطيها ليش لتضلك حامله الفكره بالليل براسك وما عم تقدر تنامي وتقولي لا هالمدرسه منيحه وهيدا لا اشتغلي روحي اسالي دق لرفقاتك اوقات هول القصص السهله ممكن هي تشيل الفكرة من راسك دق إلى أختك دق إلى جارتك اسأليهم عن مدارس سو so, هيك بلش أنت حطي حلول بسيطة لمشاكلك هيدي كانت ثالث ستاب رابع ستاب هي pick a grounding statement يعني بالعربي إذا بدي أقولها لاقي جملة عطول بس تطلع على التخت وتحس انه انت القصص يلي عملتيها من هوليك الستبس ما حتنفعك وتقولي انه هني كمان ديستراكتيف على هونه وما كان لهم فايده حتى جمله ببالك كل ما يجي فكره تقوليها مثلا فيها تكون الجمله لا انا حقدر حل كل شيء حسب كل انسان كيف بفكر او فيها تكون الجمله اذا بدنا نقول انا هلا وقت راحتي انا ما بدي اشغل بالي بهالقصص بركي بكره بس في بفكر فيهم تلقين اسمه تلقين مية ذاتي هي هيدا الستيتمنت يعني الجمله اللي انت بدك تضلك عم تردديها وبهالطريقه انت حتصير عم تقنع عقلك ومش تلهيه انه انت في وقت تاني تفكر فيهم او حتى الفرق بين انك تعمل التشتت تشتيت تشتيت الذهن والاقناع حلوه كثير يس يعني تشتيت الهاء صح وتاجيل صح الاقناع حل سو بهيدي الطريقة أنت بتكوني عم بتساعدي حالك حتى لو كانت بسيطة وحتى لو كانت شفتوها ما إلها عازة أنت عم بتحاولي تعملي هبت عادة جديدة لجسمك يتعود عليها وعم تلعبي فيها كليا سو طبيعي أول فترة تحسي إنه هي ما إلها فايدة. آخر شيء نهيته سامانتا قالت إنه If all else fails get out of bed get out of تطلع من التخت آه كلنا من التخت آه. إيه اذا حسيتي انه خلص انه حتى لو كتبتهم على الورقه حتى لو فكرت فيهم الصبح وما مفكر فيهم هلا ما عم بقدر قومي من التخت انا روحي على الصالون قومي قاعده بالصالون قاعده بالمطبخ كله عملي بد شو اللي بدك اياه لا ما لا لا ما, ما تاكلوا لا ما <applause> مش اكل ايه فيها تاكل عادي لا لا مش اكل الساعه 3 الصبح شايفه كيف 5 كيلو بعد هذا اكثر شيء مضر ما, شي ما تاكلوا روحوا على الصالون افتحوا تلفزيون جيبوا كتاب هو هول بنرجع للديستراكتيف ميثودز، لا هي م. ما كان قصدها هيك، هي قصدها انه قومي من التخت، خلص، شي. بس بس لما ما ضروري تعملي شيء بس لما تقوم بس لما تقوم من كمان رح تضلها رح تعمل شيء ثاني نو، no. حتى لو قمتي من التخت، انا عايش بعيش ما فيني نام، ليه ما فيني نام؟ نو، no. انا ما بنام من الاوفر ثينكينج سو انت بتعاني منه عم باخذ منومات لاقدر نام، اوفر ثينكينج مرض، مش مرض يعني ما مرض, مرض. حتى قريت انه العالم يلي بتعاني من منتل إلنس كمان بتلجا والعالم يلي عندها ادمان ان كان للكحول او للمخدرات على طول بتلجا للقصص اللي عم تتعاطاها بسبب هيدا الموضوع مثلا انا صادفني كذا شخص بيقول انا بتعاطى لان بدي شيل الافكار البشعه من راسي سمعتها من صح من انا ما بدي هالافكار توردني سو بيلجأوا لهالاسلوب ولهالقصص الما منيحه و... هو حقيقي في ناس هيك بعرفهم بياخذوا مخدرات لانه قانعين حالهم انه الشهره اللي هن فيها او التقلل او التقليل عليون عليهم او وات ايفر ما قادرين يتحملوه فبيرجعوا للمخدرات صح بس بعتقد المخدرات لها اعراض يعني المنتل مثل طبعا المخدرات هي بتخلي الشخص عرضة للأمراض العقلية مثل البايبولر بولر أوردر وحتى في منهم بسمعهم بيقولوا انا عم بتعاطى مخدرات لاصير ركز بالتفكير اتعمق بالتفكير وهيدا بس وقت ما بيكون شائع هيدي مواد تلعب بالكيميكلز بالدماغ يعني انه يعني حدا بيلعب بكيميكلز دماغه مواد مخدره مم. بتخدرك لفتره من الوقت وبس يروح مفعوله بتحس انه انت لا بدك بعد شيء ثاني بتنسى رجلك بتقدمنا هيدا الموضوع رح نوعدكم رح نحكي فيه بحلقه جاي مم. اللي هي مم. مشاكل الشباب بهيدا العصر وكل عصر لانه باتي هيدا شغله احكي عن شغلي آه انا شغلتيني. بشتغل كونسلينج سبيريتشوال كونسلينج بالكنيسه وبرا الكنيسه فعندي كثير كم هائل من المشاكل اللي بتجي من الشباب الشباب الصغار من شو عم يتعرضوا وليه عم يتعرضوا وشو ايه؟ نعم من كل الديانات وشو الحلول اللي ممكن تطرح لإلكم اللحن اكيد رح نقولها رح يعني صح آه لكل هالجيل وللاهالي شو لازم يعملوا ايه ما بعرف نضال اذا بتعرف اي شيء عن او اذا بترافقك شي يوم وتسمع لهالشباب والصبايا مش غلط لتعرف قد ايه بنعيم كثير يعني نضال يعني. انا كل مش لانك قاعده معنا بس آه اسم الله عليك آه كل ما بشوفك مرسي. صدقيني يعني. كل ما بشوفك آه بقول طب ما من صبية يعني... من عمر عمر فلانة أو فلان اللي إجا وحكالي هالقصص بس ببين ببين مين عنده الأساس صح والأهل بنيوا على هالأساس وطلع مم. أنا بدي أقول للي عم بيشوفونا واللي بيهمن شو بدي أقول إنه أنا ما كنت بعرف نضال أنا بعرف بنت خيي اللي بلتقي فيها كل قديه يعني لأنه مسافرة نحن مش عايشين بنفس البلد وإذا عايشين بنفس البلد مش عايشين بنفس المنطقة يعني كل عق... وأشغل يعني نضال عندها اهتماماتها من غير جيل وأنا كمان مشغولة كل الوقت حتى أنا لما بلتقي مع نضال بلي ما بتحكيني بتقعد هيك بس ما م. ليه؟ ما بعرف شو المواضيع اللي ناقشك فيها ما انا ما كنت اعرف بس انت خجوله يعني؟ شوي لا انا كثير مش شوي خجوله انا سوبر خجوله مبين حتى لو شخصيتي قويه بس انه بخجل من العالم وحتى لو كانت عمتي انت بتعرفي انه شخصيتك القويه نابعه من خجلك؟ ما أنا لانك خجوله مثل عمتك انا خجوله عمتك كثير خجوله وشخصيتها القويه طالعه من وراء خجله لانه هالقد هي بتطلع انا بدي اعمل كذا وكذا وكذا وهي بتكون عم تتخبى ورا حالها يس انا مثل كل عمري هيك ها يعني الخجل فادني ايه طبعا صح كل شيء بالحياه له ميله ايجابيه وميله سلبيه طيب هلا بدنا نروح لعند سبال سبال محضرت لنا موضوع كثير حلو انا عرفت عنه تحت الهواء وموضوع ما بتخيل انه ما حدا مرق فيه او ممكن يمرق فيه وفي بعض الفنانين مرقوا فيه شو هو؟ التوكسيك ريليشن او العلاقات السامه رحنا عند شيرين <applause> ما تزعلي شيرين تسمعي انت حتى انت قلتي على الهوى انك عايشه على اساس بس اسمحي اطرح سؤال للي عم بيطبونا. كيف بتفسروا كلمه امراه شو معناتها؟ وكيف تجمع؟ ولماذا الجمع لامراه مختلف عن اي جمع موجود في اللغه العربيه لانه ثلاثه جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، وجمع التكسير، بس بنروح هلا على توكسيك ريليشن شيبس شيبس معظم العلاقات بتبلش ورديه كلنا بالبدايه رائعين وحلوين ونجنن وما أحلانا وسرعان ما بتتبدل الاحوال وبتصير تدريجيا العلاقه مؤذيه هيك صرحت دكتور اليزابيث سكوت بجامعه سان دييغو اللي بتوصفها بانها اكبر تهديد لسلامه الافراد عاطفيا جسديا ونفسيا شو هو التهديد؟ العلاقه المؤذيه هي اكبر تهديد لسلامه الانسان بتوضح ان المتسببين بهيدا النوع من العلاقات يمكن يكونوا مصابين او قد يكونوا مصابين باضطرابات وامراض نفسيه مثل اضطراب ثنائي القطب بولر او الاكتئاب الشديد او النرجسيه بينما ضحايا المعرضين اكثر لهيك نوع من العلاقات هن اشخاص حساسين للمشاعر السلبيه هلا تنوصف بطريقه اكثر دقيقه شو يعني علاقه سامه؟ هي لما بتحسي روحك انطفت اف روحك بتنطفي وبانك بعلاقه يعني ما عم بتغذيكي ولا عاطفيا ولا نفسيا وانك الشخص اللي دائما بيعطي ما بياخد وبانك الطرف اللي دائما ملام دائما انت غلط وبموقع اتهام كل الوقت الخوف هو اللي بحركك بهالعلاقة يعني الخوف, الخوف هو اللي بحركك وبوجه كل حركاتك الخوف من فقدان الشخص رح نحكي شو هو الخوف تخيل هلا ما وتحط لي شو يعني الخوف من مين, مين الخائف؟ بدل, بدل... من بدل... مين الخائف؟ من الخوف العلاقات الشعور بالامان شعورك بالامان اللي بحركك الخوف بهالحاله هو اللي بحركك وهلا السؤال اللي... من يخاف من الطرفين؟ الضحيه الضحيه <applause> وبتصير بعيد عن حالك وذاتك الحقيقية وبتحس انك بلشت تفقد قيمتك لذاتك وبراءتك وعفويتك وتلقائيتك وسلمت قيادة حياتك بالكامل للشخص الآخر بحيث يصبح هو المتحكم والمسيطر بالكامل عليها، إذا لقيت حالك عم تفقد احترامك لذاتك وقيمتك فأنت بالتأكيد بعلاقة سامة اثبتت دراسه استراليه كثير مهمه هذه الدراسه خاصه للنساء بانه بانه بكون العلاقات السامه اللي بتمر فيها السيدات لا يقتصر اثرها على الاذى النفسي ولكن بيتعدي لمشاكل صحيه مثل الضغط السكري وامراض القلب اللي بتضاعف معدلات حدوثها عن مرور السيدات بهيك نوع من العلاقات وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه فريق جامعة كويزلاند الأسترالية تابع الحالة الصحية لأكثر من 7700 سيدة بمنتصف العمر لمعرفة تأثير العلاقة السامة على معدل إصابة إصابتهم بالسكري والضغط والقلب والجلطات والاكتئاب ووسع الفريق نطاق العلاقات السامه لتشمل الصداقات العمل بجانب العلاقات الزوجيه واضافت الدراسه انه درجه خطوره العلاقات السامه بلغت نفس خطوره الادمان وعاملي التدخين وشرب الكحول. <applause> <applause> بدراسه اجرتها ايفونا كايستاندا اخصائيه اجتماعيه كلينيكيه بتقول بهيدي الدراسه انه العلاقه السامه بترتبط بشخص بيوصلك أو بحسسك دائما بالإتهام وعلى عندك الرغبة بالدفاع عن نفسك مع شخص كل الوقت عم يدفعك إنك تبتعد عنه ونتيجة لذلك بتشعر إنك مذنب وإنك شخص سيء وما بتستحق العلاقة أصلاً ولذلك بتكون ردة فعلك الأول عطول طول محاولة تقديم الإعتذار وإنت منك مقتنع بنسبة مية بالمية إنك مغلق إنه أنت مخطئ ما هيدا الشيء وما على بهيدا الشيء فما بيمنع شعورك بالذنب نتيجة شعور اللوم اللي بغذيه بداخلك بحسب موقع سيكولوجي توداي وبتوصف كايستا كايستاندا النشوة العاطفية اللي بتجي يا باتي بعد هيدا الموقف انها بالغه الاذيه ويساعد ممارسه العلاقه الحميمه شنو هاي الحاله؟ شن شو النشوه العاطفيه عم تحكي عن الجنس؟ بعد ما يقدم الاعتذار او تقدم آه. الاعتذار التحيه شعورها باللوم وهالشعور اللي بتقدمه هاي الحاله بيخلق عندها نشوه عاطفيه تمام؟ نشوه يعني فرحانه نشوة عاطفية ونشوة جنسية إذا بدنا نكون أوه. دقيقين أكثر بتجي بعد هيدا الموقف بالتحديد وبتكون بالغة الأذية وبيساعد ممارسة العلاقة الحميمة بهيدا اللحظات على نسيان الرعب اللي حس فيه الضحية أو اللي حست فيه الضحية خلال فترة الخلاف وبيعطيك شعور مزيف إنه هالموقف ما حيتكرر لكنه يتوالى بالاستمرار الايام الحلوه بتكون عديده قليله بتكون لمده اسبوع ولكن من بعدها دغري بيظهر هبوط حاد او هبوط ملحوظ بالمزاج وبترجع اللعبه بتتكرر وذكرت بعض العلامات اللي بتكون متشابهه بالاشخاص السامين منا لما بتقابل هيدا الشخص لاول مره بيبدو عليه انه غامض ما بيحكي قليل الكلام يعني كثير مستيريس بيكون وغالبا بيجذبك هيدا الشيء ولما ببلش الشخص السام بالفصح عن حيثيات حياته أو قصصه المؤلمة هالشي بفعل عند الضحية إذا بدكم تحمل المسؤولية تحسين حياته أنه نوعا ما هوية المخلص مخلص لإله نرجسي بقرب بقدم حاله على انه ضحيه بالاول بس يخبر قصصه للضحيه، الضحيه بيخلق عنده هويه انه انا اي ونت تو فيكس هيم بدي صلحه بدي غير له حياته، بدي احسن من حياته بس هيدا الشيء ما ببين بالبدايه ببين اذا بدك باترن الغموض وهيدا الشيء كمان هل قد عنده حيل نوع من التلاعب بالعاطفة بتقول كاستايندا انه قد تكون التربيه بمرحله الصغر احد الاسباب اللي بتخلي الانسان يميل لهيدا العلاقات اي واحد منهم الضحيه ولا الجلاد يميل لهيدا العلاقات الضحيه والجلاد الضحيه احنا عم نحكي الضحيه ليه بيميل لهي العلاقات؟ رح رح نذكر ليش ممكن انه يكون الطفل نشا ببيئه كان فيها احد والديه او كليهما بعين من حاله مزاجيه غير متوقعه <applause> أوكى وطول الوقت بيشعر الطفل أنه عم يتعامل بحسر بيكون كل الوقت كوشس هيدا الطفل لتجنب هيدا المزاج المتقلب هالشي بالطبع بيكون مرعب للطفل ولكن هالحياة بتخلي الطفل غير مكتمل بما يخص النمو العقلي على المستوى العقلي نتيجة معالجة التصرف المفاجئ للأهل وبيكون الطفل غير مدرك او ما بيكون عارف انه اصلا هو غ... انه هو غير مسؤول عن تصرف امه وبيه الغير متوقع فيتبنى فيتبنى وهو منه سبب بحاله الانفجار والغضب لامه وبيه وبيخلق هذا الشيء شعور عند الطفل انه المتسبب بالموقف وانه خطأه بحسب ما صرحت كاستايندا واللي شرحته بيرتبط بانه هيدا الطفل لما بينمو بينمو وبيكبر وبيصير شاب وصبية ناضجين بيسعى دايما لارضاء من حوله ومحاوله اعادتهم للحظات السعاده مما يعني انك لازم تلتزم عم نحكي هيدي الضحيه لازم يلتزم باي من القواعد المفروضه عليه وبيعتسر عن الاشياء اللي هو ما عملها وكأنه فيها. سعادة الآخر هي من مسؤوليته ليه صعب بحسب كايستاندا الابتعاد عن هيدا العلاقات أو عن هيدا الأشخاص الشعور بالمسؤولية تجاه سعادتهم وتغيير حياتهم هو المفتاح يعني مفتاح أو السبب ليش أنا أو 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 الضحية ما بتقدر تبتعد عنهم والاستمرار بتحمل المسؤوليه وصعوبه المغادره هي كمان بتقول اذا كنت معتقد انه من مسؤوليتك شفاء هيدا الشخص وكان هناك جزء منك بيشعر بالاسف تجاه هذا الشخص بسبب كل اللي مرق فيه من المحتمل انه تتطور لديك مشاعر قويه بالذنب اذا فكرت بانهاء العلاقه يعني اذا بفكر او بتفكر ضحيه بانهاء العلاقه تشعر بالذنب لانه هي حامله مسؤوليه تغيير حياته لهيدا الشخص بالبدايه وبهيدا الوضع تفسر رغبتك الداخليه بالمغادره على انك شخص غير جيد وبحولك لرهينه بالعلاقه السبب الثاني هو البحث المستمر عن مبررات للطرف الاخر وترديد عبارات انه ما عليه ما قصده هيك ما قصده يأذيني يخلق له مبررات وانه الموضوع منه سيء مثل ما انا مفكر نوع من التبرير يمكن انه يعمل ضحيه من حقيقه التلاعب العاطفي والإساءه اللفظيه واكملت بحط بعض الناس فكره التغيير مقابل قيمه الذات يعني إن كيس انا ما قدرت اغيره يعني انا قيمتي الذاتيه انا آه بحط من قدر الذاتيه بمعنى انه بيربط بين تغير الاخر وقدرته على احداث هذا التغيير وبهالحاله بصير عنده انتكاسات كثيره لانه يعني الاخر ما عنده استعداد يتغير صح لانه نحن بنعرف انه التغيير المفروض يكون جاي بدافع قرار مستقل يعني بده يكون نابع من الشخص نفسه مش مجبر اني انا اتغير وقالت لك الضحيه بنها توقف عن الحكم على نفسك لانك في نمط غير صحي ولن يشعرك بالتحسن هذا الشيء اعلم حقيقه ادراكك للعلاقه السامه مؤلمه بحد ذاتها ولما بتحكم على نفسك فانت عم بتضيف طبقه من المعاناه على هيدا القلق مرة تانية بدنا تحكي لنا عن التكتيك اللي بيستخدمه المريض الضحية والجلاد تحديدا الجلاد شو بيعمل ليقدر يعمل العلاقة السامة ويسيطر على ضحيته وكمان تحكي لنا ليه الضحية ما بتقدر تطلع لما بتدخل أحيانا بتموت بقلب العلاقة وبتنتهي صحيح أنتوا أنت بتعرفوا عن مين عم نحكي وبتأكيد في كتير حالات موجودة بالمجتمع وهيدي على مختلفه تماما عن المزجي والسديو لا بنصير نخلط نحن لا كل شيء يعني هيدا كله راجع لكيف طريقه الولد كيف نشا وكيف تربى وكيف تلقى العاطفه حتى حتى لو بتلقى يعني بتربى كثير صح وبيسيطر عليه هذا الجلاد بيقدر يدير حياته بس الفرق الفرق اذا مربى صح بيعرف يطلع من المصيبه اذا مربى غلط صار الضحية بس رح تاخذ وقت تاخذ وقت كثير رح تاخذ وقت كثير هو المشكله في عالم تبقى معمى على قلبها وما بتفهم اصلا انه هي إنه توكسيك ريليشن بالمية. 100% وهيدا المشكله الاكبر تفهم بلا انا اللي بعرفهم او بس, بس ما بيقدروا ما, بيقدروا. ما بيقدروا يتركوا ما بيقدروا يتركوا رفيقتي مثلا تقول لي بتعرفوا عن عم بحكي لي أنا يقول. أنا حقص شعري أكتر، أكتر، أكتر ويصوروني من هون جسمي ما له قيمة تخلت عن جسمها إحدى الأعداد بوجه أه بوجه ما في داعي، ليش الكل بيهتم بالجسم؟ أه صورني هون يعني بقيت بس عم تعترف بجزئية صغيرة من كل كيانة هي هاي المرة المشغلة الملايين يا شقوة الملايين فينا نقول الاسم؟ شيرين الكل شيرين شيرين تقبرني وفي كمان فنانة تانية عايشة توكسيك سوزان تميم كانت الله يرحمها في كم... سوزان كمان سوزان عندي حظ انا انا يمكن اي اتراكت تم يجوا عندي ما بعرف عايش عندي بالبيت فترة, فترة. سوزان هي كانت مش طفلة هيدي اسمها هي كانت شوي مزوشية يعني ضل عم تندب حظها بتفرح شوي بترجع تنتكس اه اضطراب بالشخصية اضطرابات يعني شي يوم نحكي يعني عن هيك حالات ونقدم أمثلة و... وبتعرفوا إني ما بقول أي شيء مش صادق كان تعبير ولما طبعا ولما طبعا يحطوها بس لهم خذوها يعني كاستر حطوها بالسياره وطلعوا على بيت الدين وعلى الباروك وعلى شو بتعرفوا شو ايه حلو فتكون مرتاحه تمام ترجع لما ترجع تنام شوي لما تقوم تبكي لا في كمان فنانه عايشه علاقه سامه اليسا إليسا هي قالت هيك بس انا اي نو نثينج اباوت اباوت هير ريليشن كان اللي حضر الدوكيومنتري اللي عملته ايه حضرناه بس انا يعني هي قالت بس قلت. انا ما كنت وقت ما بعرف ايه يعني, يعني انا عم بقول هيدي ما, ما بعرف ايش طب نضال بتعرف انه انا عشتها؟ عشت على اسامي انا هي وعم تحكي خانك قلتي لي مش لا, لا ابدا آه. انا هي وعم تحكي سبال آه كانت عم توصفني أنا كان بدي غير هيدي الشخصية كان بدي أحسن لا بعدي أنا بعرف لا بل. أنت يعني هي في شعرة بين المتعاطف واللي بتحمل مسؤولية واللي عم بيروح بيصلح الكون أنا مثلك. انطفيت بس أنا مع رجل مع كل ضحية هيك ايه؟ أنا مع م. الشخص اللي أنا كنت حبه بمصر انطفت مش بت... انت بتقولي انه ب... بكل واحد فينا اله هاله؟ انا انطفت... اورا انطفت الروح تبعيتي اه أنا ما بطلت خبرت. انا ما خبرتيني ما بعرف لا ما انا ما خبرت حدا انا جيت على لبنان من مصر لانه كنت ربتلي. عايشه كنت عايشه لا كنت عايشه حياه سامه كلها على بعضها قد ايه استمريتي بهالعلاقه؟ سنتين ونص ما كتير منيح يعني انقذت حالها يعني رغم البلد. نعم آه بقال بقال تركت البلد كلهم سرفايفرز عم بقول لك هربت تركت البلد هربت منه م? لانه عرفت انا مش انا في اسالك سؤال بارتي كيف كانت علاقتك مع المرايه؟ انا ذاك أه ما كنت حب حالي ما كنت حب حالي ابدا اوقف على المرايه سوري ابزق <applause> انا مش انا هاي مش كيف فادي. كنت, كنت توصفي حالك انه انت بشعه انه انا لا انا, أنا حلوه م... ما بستحق الحب لأ آآ آآ باتي ماتت مش لها هالدرجة ضيعت نفسك أنا, أنا مش أنا صدقوني وليه كانت هالقد توكسيك لأنه الشخص اللي قدامي دمرني دمرني على الاخر، شافني قويه، شافني قد حالي، طلعني من المجتمع اللي انا فيه، اخذ مجتمعي كله برا وخلق لي مجتمعه هو، فصرت شوي شوي اطلع من اللي انا فيه فوت على المجتمع تبعه بكل المساوئ اللي كنت اللي كان هو فيها، وانا اطلع من كل المحاسن اللي انا كنت فيها، شوي شوي فقدت قيمتي لذاتي. بطلت باتي هي باتي صارت باتي تبع فلان أنا مع فلان راحت حتى الهوية باتي بتوافقيني الرأي أنه كل الأشخاص السمين بيعملوا تارجتينج يعني يستهدفوا الضحايا تبعهم بحيث هلا ضويتي لي عليا انه بنقوا شخصيه قويه ومتميزه ولعمل... ومبدعه ليش؟ بتعرفي لح لا يستمتعوا بال لح بالله لكم شغله رح تتفاجئوا رح تتفاجئوا كثير كان اول لقاء اول لقاء كان باوتيل آه آه انا رايحه على ما عجبتني ل... ابدا هيدي اوتيل ما عجبتني تلتقي ح... ولا بالفندق كمان عيب يا فندم ليه؟ لا شو كيف وحدة تلتقي بصحابها بال لا ما فينا كنا بمصر وباللوبي وإذا بس هو اللوبي بياخذك لفوق لا لا ما طلعت طلعتي لفوق؟ لا ما بتعمليها؟ لا قبل عملتها. <applause> ماني مضطرة اوكي عم بلعب لعبك لا بس ما انا تقلك وين كانت توكسيك هلا اذا بخبطهم شفتي اللي عم مقابلات شو يحكوا؟ ايه بلشت هونيك آه قال لي جمله ما بنساها بحياتي سيبالي بحياتي ما بنساها قال لي انا شيطان انت ملاك يا بجيبك لعندي يا بتجيبيني لعندي قلت وهذا خلق التحدي جواي فصرت بدي جيبه لعندي وما قدرت هاي واحدة من ألعيبون هلا واحدة من ألعيبون الثانية أول باتر هو اللف بومبينج يعني بتحس تو جود تو بي إنه بعد فيه هيك يعني هيدا ملاك وله جوانح نازل من السما يعني كل أحلامك مصورة فيه بس بتعرفي كيف بيظهرها اول مهاره عنده اياها الاستماع بيقعد بيسمع لك بيسمع لك بتحب من يسمع لها كل نقاط ضعفك ويظهر بالمقابل كل شيء انت ناقصك بحياتك بعلاقاتك السابقة وكثير بهمة علاقاتك السابقة لحتى يفرجيك انه انا عكسهم بغرقك هدايا وبغرقك حب وبتصير تشوف الباتر فلايز اه وهيدا اللي صار هيدا نمط اول شيء رح آه لكم شيء رح تضحكوا علي طبعا آه بس آه من بعد اول بوسه بستي يا زعرة آه من بعد اول بوسه لو بتعرفوا شو صار؟ شو آه صار؟ بالسياره عم بوصل على البيت عم بيوصلني على البيت فام آه ما تبخسونا يا عمي بس آه من بعد البوسه طبعا انا بينت بالبوسة إنه أنا بعدني بالجردان ما, ما بعرف بوس كانت أول قبلة؟ كانت أول قبلة بالنسبة لي هاي الفرنش كيس اللي ما بعرف شو نعم. بس أنا ما بعرفها يعني بس انه هي كانت هيك اوكي ولا بتشوفيها بالافلام لا بشوفها بالافلام بس ما بعرف اعملها باتي نضال سيبل ببين علي انه انا عيشت الهول وبعرفهم وشاطره فيهم لا لا انت سكتي انت لا ما ببين انه انا بفهم فيهم كتير وعيشتهم ومطبقتهم هلا بتفهمي فيهم اكيد ايه انه هالخبره بس هلا ان طبقتيهم ربك العالي ما فينا نتخيل ما فينا نعرف اه إيه انا بقى عم طبق اول وحده ثاني يوم اذا بتعرفوا ما بتعرفوا ببين علي هيك بعطي هالانطباع ايه بتعطي هذا الانطباع اكيد لا <applause> لا بلا ناس انت بتعرفيني لانه <applause> لأ بس يلي ما بيعرفوني ممكن يقولوا عايشه كل هيدي التجارب <applause> لا انا بقى هيدي كانت اول مره تاني يوم مشان تصدق على كلام سيبال انه تاني يوم اجاني كادو على البيت هدية آه لامبادير وفريم صورة وعلبة هيك زرقاء وكان عليهم دولفين لانه انا بحب الدولفين فكانت هاي اول هدية فانا لما سألته وقتها آه هني بمصر بيعيطوا لحبيبتهم يا ماما يعني تقدير اه ان... الرجال بيقول يا ماما عشان انت كده و... وال... والبنت اللي بتحب تقول له يا بابا بس انا ما كنت له يا بابا فهو كان يقول يا ماما علشان انا امبارح اكتشفت انك انت لا ليكي في الطور ولا ليكي في الطحين <applause> يعني ما بتعرف بريئه يعني اه يعني انه انا مخصنه يعني بكل هالامور هاي بس طلعت من ورا ايدي سوبر سوبر شو كل شيء <تصفيق> <تصفيق> بتعرفي <applause> بكل شيء؟ ايه سبحان الله هيدا لك لك لي عن... ليه؟ نحكي لك اكيد حياة ليه؟ ليه اذا ضحكتي ما كلنا ضحكنا يعني <applause> هاي هاي العلاقة ما بدي اقول لكم قد دمرتني، دمرتني نفسيا، دمرتني معنويا وهاي اي علاقة... سنة انتهت؟ انتهت لما جيت على لبنان 2002, -2002. إن 2000 يا قبل ما تجي او جيتي لان بدك تنهيها؟ لا انهيتها قبل ما اجي مم. وانا وعم بنهيها اه ما تتخيلي الانتصار اللي كان بقلب عيوني وقلبي وهيك يعني انا كنت فخورة بحالي انه انا عم بنهي وعلى فكرة اه كتبت قصة وكانت ثرابي لالي اه بتذكر ايه يعني ما نشرتها هي بعدها درافت لا ايه قصة لالي يعني انا لباتي كنت خليتها مم. بس نصيحة لكل بنت لكل امرأة إن كنت هلأ عم بتحسي حالك إنه العلاقة اللي أنت فيها هاي ما عم بتقدمك خطوة لقدام بطلية كبي من الشباك مدام لو حتى لحظة, لحظة. في في نسوان بس ممكن يكونوا هيك والرجال يكون الضحية صح أكيد. أنا أقول أكيد. أكيد ممكن يكون العكس ممكن يكون أنت العلاقة اللي أنت فيها ما عم صح. بتزين بتزيد لحياتك شيء إيجابي بطلها حتى لو عم بتوقفك مطرحك بطلها لانه اذا انت واقف مطرحك او انت واقفه مطرحك في يوم من الايام رح ترجعوا لورا وضروري جدا ننوه على شيء ذكرتيه اللي هو عزل عزل, عزل الشخصيه السامه للضحيه لكل مجتمعها وكل نقاط قوتها، يعني بيعزلها عن اهلها، اصدقائها لحتى او بهدف انه تعتمد اعتماد كلي عليه وتتكل عليه او يكون هو محور حياتها بالكامل يعني بصير في مش يعني تعلق مش طبيعي بهيدا الشخص وهون ببلش تكتيكاته ما كنت ما كنت اعرف اعمل شيء، شو رايك اعمل هيك ولا هيك خلص بوكلني عزل عن مجتمعك مجتمعي حق... مجتمع الكنيسه فينا ال... فينا نوقف عطيتك الطاب يلا ببلش هيك التوب توب ثاني مره ترتا اوكي عطول نسمع انه معدل حياة الكلب يعني قد بيقدر يعيش اه بيربطوها بحجمه كيف كيف كلبتك؟ طيب يعني تزعل اذا بقول كلبتك؟ هلا هي اخت اذا اذا بدك قولي كيف اختك؟ كيف اختك منيحه؟ <applause> <applause> اختي بتجنن <applause> فبدنا نشوف اليوم شو حقيقة هيدا الموضوع في veterinarian اسمه نيكول سافاغو بي ذا فيتس ما بعرف اذا قلت اسم عائلته صح بيقول انه هيدا الشيء يعني طبيب بيطري اه يس yes. سو so, بيقول انه عمر الكلب هو بالفعل مربوط بحجمه او كمان فينا نقول بنوعيته كله بيقول هيك يس yes. الصغار ما بعيشوا الا اقل من الكبار انت هيك بتقوله لا هيك قريت كرميل غلط العس... برنسس عكس كل ما كان صغير كل ما عيش اكبر يس البابي بيعيش اكبر اكثر من الكلب الكبير طبعا بتطبش باجريك بيطلعوا بالميكرو طب سوري بس لانه صار عندي ظهري كويستشن مارك ليه؟ عشان قاعده هيك كل آه الوقت هيك. <applause> ايه ايه ندى سوري ما بأثر لا بيقول نيكول انه الكلاب كل ما كانت اصغر بيعيشوا اكثر مثل عندك طالعه ايدها بال ايه كفي شو بكي؟ ما طلع ايدك عندي بالكاميرا تفضلي ولاد على الهوا <applause> كفي اوكي بيقول نيكول انه الكلب كل ما كان اصغر كل ما يكون هو قادر يعيش اكثر فاسك <applause> <applause> اه اوكي فاذا كان شيواوا او يوركي او تشيتزو هو قادر هو نوع من الكلاب هذا بعد تصير حلقتين اوكي كفي شو كفي لا بتضحك انتوا عم بتضحكوني بطلت قادره شيتسو وشيواوا بعيشوا أكثر من ما بدي أعرف عم بيعيشوا أكثر من لابرادور يس سو عم بيقول الكلاب الأصغر بعيشوا من بين 14 ل 16 سنة أما الميديوم سايز دوجز يلي هن مثل شو؟ لا شو بدك فينا نعج عم نعمل كاميرا لك ايه بـ لا بـ الكاميرا عم تطب فوقه ما مبين بقى اه ضروري تشوفي حالك انت عم تطلع بال لا قصدي بس مونتاج احسن ما تبيني انت بنص وجهي اه عم بقفي عليك صح؟ اه ايه فانت اوكي أمم ما تضيقتي شو عم نعمل فيكي؟ <م؟ تصفيق> لا ليه بدي اتضايق؟ لهلا ما انتهيت تبلا برجيكي <تص> <تصفح> ما بدي يقعد انه ما فينا اجبر حدا يسمعنا اذا هو ما بده يسمعنا انت حره تعمل بدك لا بس هذا برنامج نحن مضطرين نلتزم يعني في قوانين أنا عارفة, من... انا عارفه انا عارفه انه انتم عم تعملوا شيء ل... قالت لك ساره لا ما قالت لي انت عرفتي انه عم نعمل فيك درب؟ انه اللي وقفت كذا مره ايه اكيد انه <applause> يعني عم نعمل فيك درب كنا حابين يعني ما ضيقتي؟ بس هيك ما ضحكت معكم كيف تكون ضيقت؟ طيب يا الله. الله ما زبطت طيب. معنا مره تانية <applause> لو عملتوها بسيبال كان سيبال اتضايقت <applause> لا, لا. تنشوف <applause> بنعملها بنعملها بنعمل نعمل شيء ثاني اوكي نرجع للكلاب <applause> نرجع للكلب ابن الكلب يلا يلا عيد يعني لا لا لا, <تصفيق> لا, لا. <تصفيق> هو دي بنيته عادي آه بس انه طلع طلع معي غلط يعني انا شو بعرف هو العكس سؤال نيكول سافاغو انه الكلاب الاصغر بالحجم بتعيش بين 14 ل 16 سنه مثل التشيواوا، التشيتزو، اليوركيز، اما الكلاب يلي بتجي جيم سايز او اكبر هي بتعيش مث فقط من 10 ل 12 <applause> سنه وهيدا اذا كانت محظوظه طبعا طبعا شو هن الميديوم سايز دوجز مثل ما روني عنده مثل ما انا عندي ولادنا هود الميديوم يس yes. مثل الجولدن ريتريفر، الفرنش بولدوغ، الكوكر سبانيول، سو هول بيعيشوا هيدا الافريج تبعولهم 12 من 10 ل 12 سنة جولدن ريتريفر ميديوم يس طبعا لا هيدا اذا اهتميتي فيهم يعني ليعيشوا هالقد هن عادة بيعيشوا اقل بس الجولدن كبير كثير منه ميديوم الجولدن ريتريفر ايه منه ميديوم عندك حسب في سايزات حسب البريد بس ايه بس هو يصنف من الكبار ما انا قلت ميديوم او لارج سايز دوغز يعني الاثنين اوكي باردون ليش هيدا الشيء بيقولوا انه السمول سايز دوغز اكيد عم نسال حالنا انه ليه هيدا ليه بده يطبق على حجمه؟ ليه؟ لان researchers at the University of Washington طلع معهم بالريسيرش انه اللارجر سايز دوغز هن اكثر عرضه للامراض هن يلي بيكونوا كمان الويت كمان اذا بدنا نقول اوفر ويت كمان هن اكثر عرضه للامراض مثل الكانسر الانفكشنز الثانيه سو عشان هيك البيج سايز دوجز اللي بيكونوا تحديدا فوق ال 44 باوند هن اكثر بيتعرضوا لسكنسز sicknesses و so عشان هيك بعيشوا مم. أقل وكمان في research from Waltham Center for Pet Nutrition and the University of Liverpool بتقول بريطانيا يس بت... yes. بتقول انه الاوفر سايز دوجز كمان بيصير عندهم مشاكل وما بيقدروا يعيشوا واكثر الاوقات بنشوف الفرنش بولد او هول اللي بيكونوا بيتنفسوا غلط ونخيرهم عرفتون ايام المدفوسين البولدوغ او البج هولي بالرغم من صغر حجمهم اوقات ما بعيشوا كتير يعني كتير بعيشوا قليل لان اذا ما انتبهت للدايت بلان تعوله وطار أكثر من وزنه هيدا الشيء بيعمل له ازمات صحيه عريبة. وبطل يقدر يمشي كله هالقد واصلا عنده مشكله بالتنفس لان هيدا البريد يلي عملوها ما كانت صحيحه يعني هن العالم عم تضل تختبر وتجرب لتطلع بريدز جديد من الكلاب بلا ما ينتبهوا اذا هيدا حيكون عنده بالجينز امراض او او قصص ممكن تاذيه سو ما بيقدر يتنفس كتير فكيف اذا كمان هلا بي بيخترعوا كلاب جديده بالتزويج يعني يس yes. يا yeah. yes. من زمان بيعملوها؟ yes. ليه عم يلعبوا بنظام الطبيعه؟ اذا صاروا عم يلعبوا بالانسان كيف بده يكون فشي مم. طبيعي يلعبوا بالكلاب هلا اختي عندها كلب سيتشو تشيتسو 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 يس yes. بس البريد مختلف يس بيكون, بيكون بيقولوا مبندق بالعربي بالضبط يس البرنسز عندنا مبندقة؟ آه يا بيقولوا يس بحس هي بتكون لابرادور ميكس مع شيء ثاني امم اه بتعيش؟ هلا 10 سنين اذا عاشت بتكون بيرفكت بس هو معدلها من 10 ل 12 ما بيقبروني بس قول له مره آه. قلت له قال لي نو no, نو no. صح مش صحيح ما بتعرف تقري منيح ليه يعني تركي هالموضوع لالي على فكره هيدا الموضوع كتير بيجرح يعني انا هلا عم بحكي عنه ومن جوا هيك يعني قلبي عم يتقطع ويتخزق لان يلي بيبقى بات اونر كثير صعبه كانك عم تحكي عن ابنه ابنك حيعيش بس هالقد شو شو هالمشكله فيكم يعني انا كتير بخاف مع خلودي بخاف مع كلابا مع روني بخاف مع برنسز هلا رحت لعندكم كمان 100 خف اتعاطى معه على اني ما بتعاطى معه شو مشكلتكم مع الكلاب؟ كيف بتحبوا كلاب هالقد؟ هيدي مش مشكلة، هيدا هيدا أحلى شيء صار بحياتي وما بعتبرها أبداً مشكلة ثيرابي بتقول إذا بدك تعالجي ايه. إنسان أيه. جيبي له بابي إيه أو بسين يس بس التعلق ليه التعلق هالقد؟ عم أقول لك هي بالنهاية روح وما فينا ننكر هيدا الشيء أيه، اوكي يعني انت تشوفي حدا عم ياكل ويشرب ويعيش مثلك وياخد ويعطي معك يعني انا متشي صارت حافظه تقريبا فوق ال 500 كلمه شو ما احكيها تفهم علي مين ما قال من الجيران اجا بتفهم انه هو اجا so... صارت مقدبه لانه بالاول كنت بلا <applause> مربى لا كثير مربايه أيه. لا كثير مربايه كثير شاطره لا كثير شاطره سو اذا انت شفتي حدا عم ياخذ ما كانه انسان عايش بالبيت كانه عن جد اختك الصغيره سو الموضوع يس بضايق بس تحكي عن العمر هلا اذا بده روني واذا عبالهم في عالم يجيبوا كلاب وبيخافوا انه يعيشوا اقل في اكسبشن لهيدي السيره يلي هن الكاتل دوجز الكاتل دوجز بالرغم من كبر حجمهم هن ما بيمشوا مع هيدا الشيء اللي انا قلته بيشوا اكثر؟ يس yes. الكاتل دوجز هن حسب ما قريت هن كلاب الأرجنت تاعولن استراليا وهن كلاب يوجولي كانوا يعزون ليقيدوا المواشي يقودوا يقودوا المواشي في كلب منهم عاش 29 سنه واسمه م. او اسمه كان بلوي وعملوا دراسه كثير كبيره عن الكاتل دوجز ليشوفوا انه ليه عاش هالقد 29 سنه از فيري يس ا فيري جود ايج فشافوا انه ان جنرال الكاتل دوجز كانوا عم بيعيشوا فوق ال 16 وال 17 سنه يعني في معدلهم كان 20 23 يس yes. سو so, ليه؟ لانه هن بطبعتهم انرجيتك واذا بدهم يقودوا ماشي يعني هن بتعرفي قوه جسمهم و... وعضلاتهم وقدرتهم على انه يتحملوا ال... كل الاساوي سو ذاتس واي كانوا هن اكسبشن من بين هيدي القاعده متوفرين هول الكلاب؟ الكاتل دوجز يس yes. منتجي متوفرين هون بدل ما بعرف آه لا مش من برا انا اختي كان عندها يوركشاير مات عمره 16 سنه شوف قد ايه عاش 16 سنه يوركشاير, يوركشاير لبست اسود لا بس كلبتها هي هذا كلب جوزة كلبتها هي كانت لسه أبسو هي هيدي بنت عمه للشيتسو م. بنت عمه يعني نفس الـ الـ فصيلة. الفصيلة من نفس الفصيله هيدي كمان عايشت كتير هون مشو كتير تعبت كتير كتير تعبت كتبل روني من هو صغير يعني من اول ما بلش يحكي يقول بدي كلب فما ما خليت ولا كلب بالعالم ما جبت له اياه ليه برايك؟ بلكي هو بحاجه للصغار كان ل... كانو واي كانوا يموتوا بلكي بحاجه للعيله للاخوه ليحس بالمسؤوليه ليحس بالانتماء كنا لانه الكلب ولما بتقتني كلب وولد بيقولوا انه تروما من الترمايات لما الولد بيفقد الكلب yes. يموت بيموت كلبه يس yes. تروما من ترمايات الحياه فلازم نهيئه قبل وقت للطفل قبل ما انه مثل ما قالت عمر الكلب اللي ذكرته ف قد يكون شعوره بالوحدة شعوره بيعزز عنده شعور المسؤولية وبيعطيه دفع وحنية عن يعني الكلب هلا أنا ولا مرة سبق لإلي وكانت بات أونر فيها هي تخبرنا شوي شو تجربتها الشخصية قلت آه، شو بيعطيك ال... كيفك يا ماما كلب حلو كتير ايه حلو انك ترجعي على البيت تلاقي مثلا حدا ناطرك ما بينطرك قدام الباب عم لقى على البيت بلا بتلاقي نادر نادر قدام الباب طب انت لما بتبكي ما بيقعد حدك بكون زعلان مرقت فتره مردت لفتره خمسة شهور متشي خمسة شهور نايمة حد على التخت مين ما يجي ضيوف هي طبيعتها بتعوى وبتروح بتستقبل ما تقوم ليه ضل نايمة علي ليه هي مريضة. حاسه انه انا مريضه وانا بدي حدا بس, خمسة شهور يس ضليتك مريضه خمسة شهور يس امتى من سنة وقت اللي كان بيك عم بخبرني كنت عم تنامي بالتخت ايش يس كيف صرتي الحمد لله احسن مم. كيف شايفة اه حياتي ما عرفت انه هالقد فكانت هي على طول مرافقتنا ومثل الاخت يلي عم تعطيك حنيتها وامانه ما تتركك لا وكانت بس تشوفني عم ببكي او بس تسمعني عم ببكي تنط من هون وتقعد على صدره وتصير تلحوسنا يعني يعني انا حدك او يعني, يعني كانها حاسه فيني وفهماني انا شو بنا يعني بحس بالونس انه في حدا عم بونسه عم يسلي لا انه خيو لا مش ونس مثل السند بعتك. عم بيكون سندك بال بالشده سند كمان يس غريبين وحيت الله غريبين انا أخف. ماشي انا وروني عم نعمل شوبينج بي... ايش مش ايش نسيت ما بدي اقول وين فانا بوقف كتير وبترك روني مع مع برنسس يروح توقف تنح يلي يا مام مشي ما له ليه بدي على ذوقي كمان اتحكم فيها على الطريق اللي ماما ما عم ما بتتركك عم بوقف انا كمان هو بده عنده ميتين يعني رح يسبقوني ما كانت تقبل هيدي هي اول مره صارت معنا هلا بعرف بس بتحس بالمسؤولية تجاهنا اثنين مش مع صاحبها بس مم. مع صاحب صاحبها أو قريب صاحبها ما بعرف إذا كلهم هيك أنا برنسس عندي خبرة مع يس الكلاب كلهم كله كله بعدهم هيك حتى لو كان هالقد غريب عالمه يعني هو شو بيفكر الاهبال كيف عايش بلكي هو بيفهم علينا أكثر يعني بلكي هو مثل ما نحن بننظر له بينظر لنا وأنا هيك بقول مين هالعالم هول بلكي على سيرة الحيوانات جوانا ملاح بتعرفوها وقفت الغناء بس من وقت للتاني بطلوا اي مس يو جوانا كان عندها سفر بتترك بسينتها والبيت كله فالل بتترك بسينتها عن مين عندي قلت لها تكرم عينك وحطينا لبسينة عنا انا البيت فيه يعني خدم وهيك فتركت لبسيني معهم رفضت تاكل ورفضت تشرب انا بس عندي سفر من ساعة مشي ونزلت تحت التخت وترفض تظهر وصلت من السفر وبس ما ايدي ركضت يعني مش ركضت انجا عرفت تمشي لتوصل لحد ايدي شلتها مهلة اللي كلها عم تموت اخدت عند الدكتور قال لي إنه انهيار عصبي ديبرشن وقال لي ما راح تعيش أوه. سلفنت لا قلت لها ام سوري انا ما بفهم بالحيوانات بس بيستك عامله ديبراشين عم بتموت تبكي طبعا قلت لها شو بعمل اذا ماتت يعني كمان ومن وقتها صار عندي فوبيا ما ابدا يعني ما بعرف اعمل حبتني كنت تنام تحت اجري بفتره كثير قصيره ليه حبتني هالقد؟ لانك يعني بتعرف انك انت صاحبه صاحبتها بس مم. انا شخصيا ما بحب لبسينات غدارة ماتت غدارة لبسينه وروني كان كل ما يموت الكلب كلب صغار نشي بحب لبسينات ما بحب لبسينات بحب الكلاب بفضل الكلب وانا كمان بحسه بيفهم علي اكثر بس ال الكلب وفي لبسينه مهما كنت صاحبتها دا اذا ضايقت منك الا ما تخرمشك ربيت بسينات لفتره كمان ما بحبهم اوكي بدنا نمرق على شيء باللغه تقولي العربيه يعني لا بدنا نمرق نكست تايم بدنا نمرق على شيء باللغه العربيه من أخطاء الخطايا اللي عم نشوفها قام قام بحرق البيت مثلا وهي حرق البيت قام بشو بعرفني بضربه هي ضربه قام بقولوا قولوا شو قامت يقوم وقام يعني غلطة لا تغتفر حتى للأسف الكبار انعدوا من الأغبياء الصغار وصار يقولوا قام هو بكل بساطة حرق البيت أو بنى بنى بيتا رائعا وليش منقول وقام ببناء بيت واي ليش إضاف يعني دحش دحش انتبهوا لقامة يقوموا ما في داعي نحط فعلين محل فعل واحد ذهب قام بالذهاب الى ومع... قام ب بي... بي... ما بعرف اي شيء قام بهيدي بلا بي... القامه وبلا بحرف الجر هي فعل يا بيكون ماضي يا حاضر بتمنى انه نتعلم مع بعضنا ليه, ليه؟ و... وانا اذا عندي اخطاء علموني اياها ليه؟ لانه اللغه العربيه جزء من الهوية العربية هلا كمان اللبنانية انا بعتبر لغتنا ما بقى بدي اقول لها شيء بعد بعد الحملة اللي عملت علي لغتنا اللبنانية نحافظ عليها ونرتبها ونحفظ كل مفرداتها ونعمل قاموس لها حفاظا على الهوية اللبنانية إذا في عندكم شيء عم بتشوفوه قامة، طبعاً في واو بكره بنرجع للواو، آه. وللأسف في في يعني كبار الأدباء والشعراء والكتاب عم يوقعوا بس اتناقل بعض. أنا عندي سؤال، أنت عندك سؤال؟ أكيد وأنا م. كمان عندي انت سؤال أنت عن عمر اليسا، أنا عندي سؤالين من رائد الموسيقى في العالم مش اللي عزف يعني اللي اشتغل على نظريات موسيقية من هو؟ يعني فيكم تحطوا طبعا تدوروا بالجوجل من رائد الموسيقى من اعظم موسيقي من مؤلف موسيقي عظيم حطوهم كله لحتى تفهموا قد ايه جوجل بسيء بسيء يسيء في تقديم المعلومه. مثلا باتي كانت عم تدور على شيء مين من الذي قال امن بالحجر تبرش طلع عليك؟ <applause> عنترة بن شداد وين بالعصر الجاهلي بس هي مش بجوجل اي نو العصر عصر ما قبل الاسلام مش ضروري عصر منه عصر جاهلي بس لا هيك هيك انكتب انا مش عم بحكي معي بس بس تك... شو شو انت مش بجوجل لا مش بجوجل تشات جي بي تي للاسف كمان عم بقدم معلومه بس بلكي خلينا نشوف اللي مين قال امن بالحجر زي خص عنتره يعني؟ إيه عنتره يعني ما بس, بس انا لما كتبت السؤال امن بالحجر اراها غلط ارى الحجر الحجر يعني حجر آه عم تحجري لما غير... نعم لما غيرت الكلمه لانه يعني ريت الجواب شو هيدا اكيد في شي غلط غيرت الكلمة وكتبت تبرأ. آه صخرة آه. ساعتها اعطاني جواب اعطاني شو؟ هيدا انه عنترة؟ نعم بلكي في شيء من قصائده فيها صخرة معقول يعني في 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 عبث عبث بذاكرتنا وبتراثنا لانه بطلنا نحن حتى نارشف يعني ارشيفنا لم يعد ملكا لنا مثل الاثار بالمنطقه العربيه بعد 2011 ما عادت ملكنا مش بس الثروات تاريخنا ما عاد ملكنا. سؤالك اذا طلبت منك تكتب كتاب عن حالك شو بتكون اخر جملة بتكتبها بهيدا الكتاب؟ أم وانا سؤالي قديه بتقوله عمر إليسا ماذا تفضل ان تندم على كلام في موقف كان يجب ان تسكت فيه او تندم على صمتك في موقف كان يجب ان تتكلم فيه ما تركت له خيار اوكي آه. كمان بنتمنى نكون قدمنا آه شيء مهضوم وشيء بع... بعرف انه في معلومات متداوله ومتوفره لكم نحن قلناها بطريقتنا آه. سبايا شكرا كثير كنتوا معنا ان شاء الله نكون كنا خفاف الزراف عليكم بحبكم كثير اذا ما كنا خفاف ما تحضرونا لا حضرونا بنحبكم كثير ميرسي كثير بنشوفكم بحلقات جايه بنشوفكم الابيسود الجاية انا مثل ما بدات بختم بدي اقول لكم اذا بتحبوا تسمعوا شغلات تقريتها يعني بعرف انه قراءه الكتاب او مساله بتحتاج رفاهية عالية او ما الك جلادة بالمرة، إذا بدكن سجلكن قراءات موجزة كيف بتقدر تصنع ايام حلوة جاية وتحقق أحلامك وأفكارك حتى الشفاء بطريقة كيف بتفكر وكيف كيف بتعمل هندسة لذهنيتك وكيف تعملها مثل ما حكيتني جونيور هبت عادي عادي يومية فأنا جاهزة الى اللقاء, إلى اللقاء.